وبظبط في الدنيا ومش جايه وكتالوجها في ايديا. انا قلت انزل حبه وبالمره بصله اتمشى شويه، والنص المليان في الكوبايه ده كان له حكايه معايا. يا ما حاجه لما تشوفها بتروق النفسيه. مشوار على رجلي وركنت العربية، ولقيت فجأة يا عم الحدوتة بتبدأ من حواليا، وانا ماشي لوحدي وايدي في جيبي وبدأت الاغنية. حسيت ان الدنيا بتحلو وحسب ما تشوفها عنيا. دي بتاعتك تعملها بطريقتك وبكيفك وبراحتك، تقلبها تشقلبها تمزجها ما هي دي الحتة بتاعتك. كده زي ما يحلالك تتعامل وتظبط احوالك، بالاخر دي حياتك ومساحتك ودماغك راس مالك. دي بتاعتك تعملها بطريقتك وبكيفك وبراحتك، تقلبها تشقلبها تمزجها ما هي دي الحته بتاعتك. كده زي ما يحلالك تتعامل وتظبط احوالك، بالاخر دي حياتك ومساحتك ودماغك راس مالك. في ثواني واجرب من تاني، بس المره دي بفكره جديده كانت حلوه وعجباني. وقفلت الكتالوج اللي معايا وسبته على الترابيزه، اتحلت واشتغلت وفي لحظه لقيت الدنيا لذيذه. فكر لك في حكايه مفيش غيرك ولا قبلك فكرها، دي حياتك ترسمها ترقصها تمزجها تفننها. اخترع اللي محدش يوم عمله ما دام عاجبك ايه يعني، والكلمه اللي في قلبك طلعها وقول تاني وسمعني. بتاعتك تعملها بطريقتك وبكيفك وبراحتك، تقلبها تشقلبها تمزجها ما هي دي الحته بتاعتك. كده زي ما يحلالك تتعامل وتظبط احوالك، بالاخر دي حياتك ومساحتك.